بكم وفيديو جديد على قناة أخبار المشاهير والدراما التركية. قناة إي تي في تعلن عن مسلسلها اللي هتشارك به في الموسم الجديد، وهو مسلسل النقطة العمياء اللي هيكون من بطولة إسماعيل إيجا ششماز ورابيا سوي ترك. المسلسل سيكون من إنتاج عثمان سيناف، وكاتبتا المسلسل هم فوندا ألبا وديدان كابلان، اللي من أهم أعمالهم الماضي عزيز وحتما يوما ما. وستحكي قصة المسلسل عن حرب من أجل العدالة سيتم خوضها بعد حادث سير اختلطت فيه الجريمة والمجرم، ولكن لن يكون هناك سوى عامل واحد سوف يحدد الفائز والخاسر في هذه الحرب، وهو الحب. منصة نتفليكس تعلن رسميا عن موعد الموسم الثاني من مسلسلها شهميران، حيث أعلنت أن الموسم الثاني من المسلسل سوف يتم عرضه في 8 أغسطس المقبل. المسلسل من بطولة سيرين عيسر كايا وبوراك دينيز وميرت رمضان دينير. يذكر أن منصة نتفليكس قد أعلنت في وقت سابق أن مسلسل شهميران في موسمه الأول كان المحتوى الأكثر مشاهدة في 2023، حيث تمت مشاهدته لمدة 93 مليون ساعة، ودخل ضمن أفضل قوائم 67 دولة، واحتل مسلسل شهميران المركز الأول في القوائم العشر الأوائل 24 دولة، وحصل على العديد من الجوائز كأفضل مشروع رقمي لهذا العام. النجمة نصليهان أتاكول نشرت مجموعة من الصور عبر صفحتها على الإنستغرام بمناسبة مرور 8 سنوات على زواجها من قدير دو أغلو، وكتب التعليق أسفل هذه الصور: نسير بشكل جيد يا حبيبي لنستمر. قدير هو الآخر قام عبر صور الإنستغرام بمشاركة منشور زوجته نصليهان أتاكول بمناسبة مرور 8 سنوات على زواجهم، حيث كتب تعليق: هذه السنة التامنة بعد الآن أبدية. يذكر أن نصليهان أتاكول سوف تعود هذا الموسم بمسلسل جديد، وسيكون مسلسل تاريخي بعنوان الحب أيام الاحتلال. المسلسل سوف يكون من كتابة يلماز شاهين وبينار بيكبولات، واللي من أهم أعماله مسلسلات حياتي الرائعة، رامو، علي رضا، حليم السلطان، وسنوات الصفصاف. مسلسل إسمعني سوف يتم تحويله إلى فيلم سينمائي. هكذا تم الإعلان رسميا أن مسلسل إسمعني سوف يتم تحويله إلى نسخة فيلم سينمائي، وسيكون هذا الفيلم من إنتاج شركة بوكس فيلمز. تصوير الفيلم سيبدأ في نهاية الصيف الحالي. الفيلم سوف يكون من إخراج المخرج جوكشان أوستا، واللي من أهم أعماله مسلسلات العقدة، فضيلة، وبناتها، ابنتي، العائلة. أما عن أبطال الفيلم فسيتم تقديم عروض لممثلي المسلسل ليشاركوهم نفسهم في الفيلم، اللي كان من ضمنهم جينير توبوتشو ورابيا سويتورك وهيلين كانديمير وغيرهم من أبطال المسلسل. فيديو تم تداوله بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان عن عرض زواج، حيث قام بطل مسلسل فتاة النافذة فاير شريف أولو بعرض الزواج على حبيبته المذيعة ميرفي، حيث قدم عرض زواج لحبيبته ميرفي وهي مذيعة الأخبار الرئيسية على قناة كانال دي بعد علاقة حب استمرت 3 سنوات، وكان هذا العرض في جزيرة كابري بإيطاليا.